رسمي معنا صورة وصفة الأسبوع اللي حضرتي مع منتوج دامتي شعرية مقرونية وفوزي كل يوم بأجهزة إلكترونية رائعة. دامتي، طياب، فن ومتعة. اهلا وسهلا بكل سيدات والسادة، بكل مستمعين ومستمعات، مرحبا بكم دائما في فقرتنا تحدي الطياب مع دامتي من خلال المشاركات ديالكم، من خلال الوصفات ديالكم. هذا الاسبوع عندنا السانتير، فهي اول حاجه اللي غتصيبوا بها الوصفه ديالكم وغتقدموها اكيد باستعمالكم منتوج ديال دامتي مقرونية شعرية، من خلال التواصل ديالكم وارسال صوره ديال الطبق مرفق بمنتوج اللي استعملتيه فيه على رقمنا الواتساب اللي هو 0702024040 على شادا اف ام. اكيد كل يوم عندكم هدايا اللي هي عبارة عن أجهزة منديلية صغيرة، وبصحة وراحة إن شاء الله للجميع. أكيد مستمعاتي ومستمعيها مرحبا دائما بالتواصل ديالكم، مرحبا باش أنكم تشاركوا معنا. فاليوم غنمشيو لمدينة أكادير. وفاء، السلام عليكم. وفاء، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا للا كبير على بسالي. الله يحفظك ليا. مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا. كبير عندي، الله يحفظك. قولي وفاء، شنو الوصفة اللي عملتي وشنو المنتوج اللي استعملتي في القلب ديالها؟ الوصفة اللي قدمت لكم هي السانتير. السانتير صيبت بمكعب ديال دامتي ديال الخاص بالشعرية والمقارونية. نعم. ورافقته بالدجاج بلا شابلوغ. وهكا زينت لوليداتي الغدا. الصحة والراحة. دوكا جينا ناخذ الوصفة ديالك. مرحبا. بسم الله. غادي خديت بصيلة ياك، شلتها رقيقة وشحرتها في شوية الزبدة والزبيدة والملحة. وحكيت عليها واحد الدريس ديال الثومه وشحرتها مزيان، وانا نضيف ليها واحد الجزره محكوكه وعاود قليت هذيك الخيزويه معاهم، وانا نبزر بالبزار والسكينجبير وشويه التحميره والخرقوم، وضفت المكعب ديال دامتي الخاص بالشعريه والمقارونيه، ورويت بالماء طايب ودرت شويه ديال الربيع نسيته. مش مشكل، قلت لي راه اول مره غندوز معاك. بالعكس، مرحبا مرحبا. المهم رويت بالماء ودرت القياس ديال الزلافه ديال السانتير. صافي سديت عليها ربع ساعه، حسبت ليها ربع ساعه حتى نشفت من الماء ديالها، ودرتها في واحد الومول وقلبته في التبصيل وزينت بالدجاج. نعم. طيب فلاشا بلوغ وفريت وزعيليكا. المهم داكشي الطبق. دونك درتي زعلوك مع الفريت مع الدجاج، وطبق ديال السانتير هو اللي درتي في الوسط. هو اللي درت الوسط. نعم. الله يعطيك الصحه. هذه وصفه درتيها لوليدات في الغداء. درتها البارح في الغداء، والله العظيم البارح في الغداء. بصحتكم. دونك وفاء، بصحتك حتى لها شواغ. شكرا لك على المشاركه ديالك. شكرا لك وفاء من اكادير. شكرا لكم بزاف. تحيه لكم، تحيه لدامتي ولشدا الاسره، الطاقم كامل وشدا اف ام. شكرا لك، شكرا لكم. شكرا لك، شكرا على المشاركه ديالك. كل وفاء ديالك وفاء، واكيد شكر موصول لكل المستمعات والمستمعين اللي اكيد مرحبا باش هم تاهم يشاركوا معنا. غدا عاودوا ثاني غنشوفوا وصفه. دائما المكون اللي غتصيبوا به هو لسان الطير، عقلوا عليها مزيان. وكتبعثوا دائما الوصفه ديالكم مرفقه بالمنتوج اللي استعملتوا فيها في تحدي الطياب مع دامتي من خلال رقمنا الواتساب اللي هو 0702024040 على شادا اف ام. وانتي شنو هي وصفه الاسبوع اللي حضرتي باستعمال منتوج دامتي شعريه مقرونيه؟ دامتي كتهدي كل يوم اجهزه الكترونيه رائعه. دامتي، طياب، فن ومتعة.